It's totally closed. This is the people is not in control. No one is inside. المسجد الأقصى المبارك رابعا نؤكد أن تصعيد العدوان التهويدي والمكاني للمسجد الأقصى المبارك لتكرار تجربة المسجد بين أبناء شعبنا مصباح جديد. وأن المسجد هو للمسلمين دائما وأبدا والمرابطات في الأقصى المبارك والمعتكفين يقومون بأنبل اليوم تخرج كل جماهير شعبنا الفلسطيني هنا في قطاع غزة بدعوة من حركة حماس لدعم المرابطين والمرابطات والمعتكفين في باحات المسجد الأقصى المبارك واستنكارا للجريمة النكراء التي ارتكبها الاحتلال بعدوانه على المعتكفين داخل المصلى في المسجد الأقصى المبارك. الشعب الفلسطيني اليوم يعبر عن حالة غضب كبيرة، وهذه الحالة من الغضب بالتأكيد ستنفجر في وجه الاحتلال. دائما كان الأقصى مفجر للصراعات وللثورات في تاريخ شعبنا الفلسطيني، والاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا الفعل الذي كان فجر اليوم في المسجد الأقصى المبارك. المصلى القبلي في المسجد الأقصى المبارك خرجت جماهير حماس دفاعا عن هذا المسجد الأقصى المبارك فبدماء أشلاء وأشلاء شعبنا في جنين القسام، في نابلس والنار، في طوماس، في سلفيد. واحنا جينا اليوم وحنضلنا مستمرين، مش حنطلع من هنا للي بيصير في الأقصى، والأقصى إلنا، وبالروح في الدم نفديك يا أقصى، بالروح بالدم بنفديك يا أقصى. الله أكبر.
المجتمع وكل الناس اللي كانت في الأقصى.